السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة ليج اوف ليجند بنمط الرانكت. اليوم نلعب بالشامبيون تيمو بسكين ليجندري جديد نزل، هو اوميجا سكواد تيمو. نجربه لأول مرة وعم جربه اليوم بطريقة شوي مختلفة عن كل الطرق. أتوقع هذا الشامبيون واحد من الشامبيونات اللي كتير عملنا فيها طرق مختلفة. جربناه ميد توب، جربناه مرة سبورت، يمكن جربناه مثل اوف تانك، اي دي، اي بي الى اخره. اليوم نلعب بطريقة الاوف تانك اللي هو هايبرد اي بي على اي دي. حتشوفوا شوي كيف حيكون هذا الوضع، بس كله حسب المباراة ما بتمشي. طبعا على الاغلب يكون يعني خصمنا هو فلاد، وهذا واحد من الخصوم اللي كثير صعبة، بس انا حاطط شوية ماجيك ريزيست. بقى حتكون يعني مباراة مو يعني مهمة، طريقة غريبة شوي. بكل الأحوال مين في عنا بالفريق؟ في عنا آني هتكون ميد، وعنا أوفيسر كيتلين هي وثريش، هدول حيكونوا بوت لين، وأمومو جانجل. إذا فريقنا يعتمد على علقة من نوع خاص، بس بدها تظبيط يعني، ما لا أي كلام. أما بالنسبة ل هبلش ب بلش بضغط بلش بضغط هلا بنشوف السكين. كمان حنستفيد من الموضوع فرد مرة انه نعرف شو وضع السكين. اخذت كشفة لانه كتيمو ما هحتاج كتير لوردات، وحاخد كمان غير الكشفة يا شباب، هاخد هاخد ضد فلاد. ما جعبالي اخد رينج، ما جعبالي اخد رينج. هو المفروض الواحد ياخد رينج، اذا باخد بوتس كثير بدي اتحرك. يلا بوتس، ما جعبالي اخد رينج، يعني الواحد احيانا يكون ما بنفسه شيء معين. المهم تيمو التمتوم، طلعوا على تيمو هذا السكين، انا عم جربه لاول مره. اذا سكواد طبيعي تيمو، منظره ما احلى. يا عيني يا سلام، ايوه. اذا يا سلام، عم شو عم شوفها، عم حاول شوف الايموتات تبعته، الرقصة تبعه مثل العادة. فيه افكت وقت يختفي بيطلع افكت صغير، اذا ما بو شيء، شيء ماشي حاله. طبعا ملاحظ انه عندي انا حاطط 14 ارمور، وحاطط 5 ماجيك ريزيست، وحاطط شوية اي بي، يمكن هدول من التالنت او شيء، بتوقع من التالنت، يمكن حاطط واحد بس ما اكثر. حاطط ارمور بنتريشن، وبشوف محطوطين هون ببينوا، حاطط ايه ارمور بنتريشن، لا مو حاطط 12، اعطيني 0%، بس انا حاطط 12. يعني هي خلطة غريبة. طبعا اللي ما بيعرف الرونات وهالاشياء وبده اي شيء، موجودين بسلسلة شروحات لعبة ليج اوف ليجند. حاطط الرونز، حاطط كثير شغلات. شوف شو اخبار هالبلاد هاي. الكيو حلوه، اذا الكيو حلوه يعني حتكون معركه نوعا ما صعبه. بعد ما يستعمل دائما اللايف ستيل تبعه، نحاول نقرب عليه ونضربه، لانه هي هي النقطه اللي ما حيضربنا فيها. حاول كمان يعني كمان اني ما روح سي اس ما بقدر، بس هلا هو عم بيدفش نوعا ما هذا الشيء. اذا كان امومو طبعا مصحصح معنا، هذا الشيء بيعطيه مثل فرصة جانك، فري جانك، مو اي جانك، فري جانك. تعال 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 حس كأنه انه هو عم يدفش هيك زيادة شوي. شو معه هو؟ معه تليبورت، ما معه تليبورت، حس انه عم يدفش. ما بعرف اذا ريكو قديش في يونت، شوف اليونتات اللي معه قديش كتار. نرجع حاول الحقه، ضربته اجنايت وطلع بفلاش، خلاص رجع فلاد راح.
مومو عم بيحاول يلقطه بكيو، لقطه بكيو فيرست بلاد. يا عيني يا عيني يا عيني، الله على هالبداية. فيرست بلاد بالتوب لين، باخد عليها انا اسيست، وامومو بياخد الكل. مجانية وحلوة، وهذا الشيء منيح، وما حارجع اشتري او هيك شيء. حروح ادعمه اذا بلحق من هون، واجا اني من هون. وهل حناخد عليه كل؟ ما بعرف، هو كان بده يسرق البلو على ما يبدو. وكل، يا الله على هالبداية، يا الله على هالبداية. طبعا اللي بيقول لي ليش مثلا اخذت الكل، انا طبعا ممكن نفسي اخذها، بس اللي بيسالني يعني اللي بيخطر على باله يسالني ليش اخذت الكل، او ثواني خليني افكر منيح. هيك بدي العب، هيك شيء مفيد، هيك شيء اتوقع منيح كثير. وانطلاقه سريعه على التوب قبل ما يتفش، هذا متفش كثير. ليش يعني حاولت اني اخذ الكل؟ انا فعلا انا بالصراحه اني حاولت اخذ الكل مشان اخذ البلو والريد. طبعا ليش؟ لانه امو مو معه ياهون، يعني كان معه ياهون ليك، وهلا معه بلو. بقى انا اخذتهم. طبعا بنذكر نحط ميس فوق، وبيرجع فلاديمير اللي ضدنا. فلاديمير حاليا بده يحاول يرجع باللعبه اذا بيقدر. نحاول نحطه هيك شوي، ازعاج. طبعا هو عم يركز على ال سي اس، وهذا المزبوط يعني. بس انا خلاص هلا وضعي صار جميل، و نلعب على الهادي. امومو عم بيقرب شوي، بيحاول ينقض. امومو طبعا مهمل تماما البوت لين. شفت لي هون، كانه ما في وورد هون. لي هون اشاره، ما بده يجي، ما بيأثر. حاول اضغطه شوي، كم ضربه هيك رد. هو بيضغطني مقابل لي، وامومو هون بفوت. امومو يلا يا امومو، قلت يا حرام يا امومو لو جابه. ولي موجود، انا حابب اعلق هلا. ليش؟ لانه معي ريد وبلو لسه ما راحوا، وما لي حابب يصير عنده ألتي فلاد، لأنه ألتي فلاد أحسن من ألتي تبعي بمليون مرحلة. طبعا هو اللي بيحاول. يلا أمومو، أمومو خاف، أمومو خاف، أمومو خاف. نعم أمومو شكله خاف تماما من اللي بده يصير. وخلاص يلا يا اوميجا سكواد تيمو، فرجينا شو حتساوي. طبعا كثير ناس بالرانكت بيقول لك تيمو ما بيقدر يعمل شيء. والله هي اسلوب لعب بالنهايه، وطريقه وتقسيمه تشكيله، يعني حسب التشكيله. نحاول اضغطه شوي. يا سلام، طبعا هو بهالطريقه بالسي اس بيتحسن وضعه اكثر مني، ولكن بالليفلات او بهالوقت هلا اللي حيروح عليه فيني اعمل اللي بدي اياه. مفكر اتفش نفس الوقت، ماني شايف لي على الخريطه، مو باين لي. انا اللي صار التي، حط اول واحد هون. اذا الالتي على شكل لغم. سلام يا تيمو، سلام يا تمتوم. والضغط فوق، حط اس اس. نتذكر انه هو عنده تليبورت بقى، مشان هيك هو ماله كتير سائل. نتذكر انه هو دمج، رايح دمج. انا عم بروح شوية افتاك انه يموت ببلاش. اجا ارجع انا بشكل او ما ارجع، احط وحدة هون نشوف اللغم سوا. شايفين احلى؟ سلام يا سلام يا سلام يا لغم. طبعا حنشتري هاي، نشتري هدول، وحاشتري شغلة كتير غريبة اللي هي ارمور. منطلق لفوق باقصى سرعة. اخبار البوت لين، نتيجة لهلا لسه ما صار غير الكيلتين اللي شفناهن، اللي انا كنت فيهم يعني مشارك فيهم. واحدة انا اخذتها، واحدة انا عملت اسيست فيها. عمل مباراة حامية جدا بالميد لين، بالبوت لين.
كسي اس كمان تعادل بيناتهم، ما في هالفرق. طبعا فلاد بياكل ضرب من التور لانه عارف عارفان انه بيقدر يرجع طاقه بسهوله. فلاد هذا حاول ازعجه. هلا لو كنا رايحين دمج هالكيو مثلا تبعنا كانت عملت اكثر بكثير، بس بنفس الوقت نحن بنلعب باسلوب معين. هذا الشامبيون من ورا، اذا هو عم بيحاول يضغط ومو عم بيحاول يقرب، وحاسس انه هو ممكن يموت اذا ضربنا صح. هو شكله بيموت، شكله بيموت، شكله بيموت. في التي ما معه التي يا مو كيو هيك بده يحاول يقتلني. بعد عنه ضرب عنده. وينه؟ خلص عملت له اجنايت وطلعت بفلاش. يا سلام على الكل. اذا اخذنا كل جديده على فلاديمير وفريقنا تحت عم بيتقاتل بمعركه كبيره نوعا ما. حط هون واحد. نعم علقه كانت قويه. فلاد كان عم يحاول يعمل يعني شيء انه ياخذ عليه كل، بس اتوقع انه ما قدر. صعبه كانت شوي. واجا فلاد بحط هون واحد، دي هاد حقه 75، معناتها بحط لي واحد هون وبرجع بسرعة. وفلاد استعمل التليبورت. تي بي سي دي فلاد وباخد هاي وبوشنات وانطلق بأقصى سرعة. المباراة ما زالت بحالة تعادل بالبوتلين تماما على ما يبدو. 1-1-1-2-1-0 يعني نفس الشيء تقريبا، نفس السي اس. اذا الايدي كاريات ما في فرق بيناتهم. توب لين رغم كل شيء فلاد عم يلعب بالطريقه الصح، اللي هي انه رغم كل ظروفه عم يضل يدفش. انا اجيت هلا واستعملت الدبليو لاخذ شويه سرعه والحقه، بلكي بياخذ اللغه من هون. يعني ما بعرف اذا بياخذه ولا لا، معه كثير يونيتات ما فيني للاسف يدفش اكثر. استعمل بوشن، حط البوشن هون، افتح. تعال 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 يا فلاد. هو فوت علي بحاول يضغطني، حط له انا لغم اذا حاب يلحقني. ضغطه كتير حلو بس عادي جدا ما في مشاكل. هي كيو انفجر اللغم تبعي. هيك شوي طبعا ما بقدر كثير اعمل سي اس، بس ما بيصير. ضغط هيك معه التي اتوقع. استعمل الالتي، هل بموت بالالتي ولا لا ما بعرف، بس ما بعتقد. برجيني ما بدت. دبل كل الانمي برجع لانه ما فيني، لازم ارجع. وراح تاور التوب ودبل كيل لمين؟ لكاترينا، لكتكوتا. اذا فريق الخصم هلا بمرحله عوده شوي، عوده بسيطه طبعا ما لها العوده الرهيبه. وانا بهالحاله هلا بدي بلش جيب من هذا البوت 500 ما معي حقها. خلص بروح على البوشنات وطلق. فلاد ما عاد يقدر يدفش اكثر من هيك. هلا بده يصير ميسينج المفروض، بده يروح على غير اماكن. لي بياخذ ثريش تحت التاور. يا الله تحت التاور، تحت التاور. نكمل هيك. هلا نظبط بقى طرقاتنا. وطبعا عم تشوفوا هلا خلطه الايتمات ماله معتاده، يعني ماله مثل الحلقات الماضيه اللي عملنا فيها تيمو. نعمل شيء مختلف تماما. الارمور عندي والماجيك ريزيست تقريبا 80 الوقت الحالي. يعني بالعلقه الجماعيه اذا فكروا انه بدهم يضربوني، خصوصا كاتا اذا نطت علي ما حتقدر تقتلني فورا مثل ما هي متوقعه. بعده عن اللغم، بعده عن اللغم. ايوه كان اللغم حلو.
حاول اضغطه شوي، اطلع لغم هون، قاتل قاتل، حط عليه اجنايت، برجع لورا، لغم كيو، سلام، سلام يا فلاد، سلام يا فلاد، يا سلام، يا سلام، الله على هالكل. اذا فلاد ودع، وداعا يا فلاد، وداعا يا فلاد. وهل حيجي لي؟ مالي شايفه، هو احتمال بس بكل الاحوال ما حرجع. خليني اخذ هالمنتين. اجى لي فعلا، حط له تراك هون، روغو، بيقتلني والله، والله بيقتلني، ما فيني اروح لارني. لو كنت رحت على اتجاه التراب كان في امل، كان في امل بسيط يعني، امل امل صغير. بس ما في فلاش، ما في سرعه، ما في ارني اروح عليها، خلاص الزوايا كلها مسكره. بكل الاحوال معي 1000. هلا حاشتري البوت، شوفوا شو عم اختار الميركوريز. ليش يعني بوت الماجيك ريزيست؟ اذا مثل ما عم تشوفوا طريقه الخلطات غريبه شوي. طبعا نظفوا هاي المنطقه من الالتيات عشان هيك بدي ارجع اروح بسرعه. صار معي فلاش هلا بهالثانيه، انطلق لفوق بسرعه. شوف السرعه وقت تكبسها شلون. حلو، افكت ظريف لهالسكين. بالنص ما بعرف النص شو عم بيصير فيه، صعب نحكم. 2-1 2-2 2-1 نفس السي اس، لا متعادل. والبوت تعادل، اذا بوت وتوب، بوت وميد تعادل، والتوب والله كمان تقريبا يعني يمكن انا سابقه بشوي، بس لا انا سابقه بالشامبيون، هو سابقني بالتاورات. حط سي اس، ال سي اس، بنحط مس لانه خلاص هلا هو بحاله دفاع قوي. اروح لهون لانه اني راحت على الهاديك، وهذا عامل تليبورت لهون شكله. اروح لهون بسرعه، ترافاتي، حطينا 2، وحقت فوش ميد. عم براقب الخريطة، شكلها علقة كبيرة بالبوتلين. مو هالمرة يا الي، مو هالمرة حطلقتنا. وبنطلق للبوتلين، نعم بنطلق للبوتلين لانه شكله في علقة كبيرة ممكن تصير. ولي شكله انطلق للبوتلين، اذا بشيل الوردات بسرعة بالكشفة. يلا يا عمومو، اخذنا اول كيلو، اخذنا اسيست، ثاني كيل، يلا فوتوا فوتوا فوتوا. شكلنا حنلقط اكثر من هيك. حلقت 5-5 خيالية، اخذنا فيها كيلين لهلا. لازم ناخذ الدراغون، عشان هيك انا حبلش ظبط الطريق هون. بيفكروا يسرقوا الدراغون منا، بحاول اوقف لي انا، واخذ اللغم، اخذنا الدراغون. يا سلام سلام، في حدا لقيت؟ ما في حدا لقيت. في البلو برجع لورا، بياكل اللغم تبعي، ومات لي بالكيو. يا سلام يا سلام يا سلام، التي اكلوا لي مع كيو، نهالوا حياته. وممكن فلاد كمان يلقط، ما بعرف، ما عاد في مانا. المشكله ما عاد في مانا، اذا نرجع احسن شيء. حنطلق لفوق، لهون هيك باقصى سرعه. يلا يلا، حط ترابي هون، حتى ما حد يقرب كثير، ونتفش فوق. وبجي لهون لاخذ البلو انا. اخذت البلو، اوه مين اخذ البلو؟ انا اخذته، فكرت هو اخذها لثانيه. ارتعبت ارتعبت جدا. ناخذ هي هيك، نزل تراب جماعي، ده مش خيالي. نرجع نشتري، نخلص هذا طبعا. هلا مشاكل مانا بتنحل.
و نبلش بهذا الشيء. انطلق على النص هون بيصير شغلات. والله بتموت. نعم بتموت. كيت كيت ماتت. لو اسرع كان شوي كان في امل. ما له اسرع. هل حيفوتوا تحت التاور؟ ما بعرف. مو معه التي. شايف مو معه التي. قطع شوي لكاتا وكات كوتا بتهرب بسرعة. بتهرب بسرعة. رباي هون. حاجة ناس أكثر إني خمسة. فوت يعني. تعاون شوي. ضربته للي ألتي على فكرة. بطلع بسرعة. فلاش. إذا قوة الماجيك ريزيست تبعي خلتني ما أحس بألتي كاتارينا زيادة. رغم أيتماتها. مرة ثانية. ترابي هون محطوط أو الألتي. منيح صاب كاتا ماشي الحال. إذا ما حدا عم بيموت بهالحلقة. بستعمل بوشن بهالوقت. بوشنات. مشان رجع شوية طاقة. إذا انضغط عم حاول ندخل. حاول ندخل. مو معه ألتي على فكرة. فريش فات الألتي تبعه. وأخذت الكل على مورغانا. قتلنا جينكس وماتت كاتا. إذا تريبل كيل لفريقنا. وتاور مفروض في تاور مجاني وكمان في تاور تاني. أنا هيك برأيي حاسس إنه منلحق تاور تاني. حط لي هون ألتي هيك خفيف ونفوت ناخده. شكلنا بناخده. نعم شكله هالتاور رايح. أخذناه. تعال شوف هون. شوف في شيء يا ترى. حاول خلصه على السريع. أخذته أني ما بيأثر تم أبدا. ساعد هذا معلش. وبنطلق أنا بقى برجع لأنه بدي أروح لفوق. في شوية يونتات بتلحقوا. مهم اشتري هذا وهذا. لاحظوا قديش عم بيكون مصروف عالي مصروف البوشنز بهالمباراة. بس هو هي الطريقة اللي بنلعب فيها. يعني ما في عنا خيارات كتير. من الواضح تماما كمية الضرب اللي عم ناكله. بس احلى شيء بالمباراة انك انت عم تلعب بشامبيون معروف عنه. يعني بيقولوا عنه انه بيموت كتير مثلا. بس نتيجتنا بالوقت الحالي 5-1-2. اذا مو ميتين غير مرة واحدة. طبعا بجيم رانك بهالسكورات بتيمو. اكيد اللي بيلعبوا اللعبه بيعرفوا انه هذا هي الارقام منيحه كتيمو. عم نحكي مو كاي شامبيون. حاول حط هون شيء ولي شكله حيفوت. ما شكله. اذا مورغانا ناقصنا واحد. مين كيتلين وصلت. هون في لي. لي اذا نلقطه هون او بنستفيد من انه هو بعيد كمان. بس ما لحاب العلقه لهلا. يعني مالي شايف كثير بوادر جيده تراب بهالمنطقه. مشان اذا لي لف من هون بياكله مثلا. بلاد بيقرب. للاسف بيروح التراب تبعي. هي كيو على كاتا. حاول اقرب. حاول اضرب كيو الايدي كاري مشان يعمل مس. بس ما عم بيكون متواجد زياده. هي كيو على فلاد. مات فلاد. وجينكس ماتت. يلا يلا ما صار فيها غير لي. لي ما حيموت. لي حيحاول يفوت علي يا ترى. لا تشوف
التي من كيت. حاول ناخذ تاور نص. يلا انهبيتر تروح. تروح شارع على. اذا انا بوضعية سيئة ما في فلاش. اتوقع فيني اهرب. ما في اهرب. طب فكر اعمل له كومبو مع اجنايت بس ما بيموت كثير. كثير. اذا صار عندي 5 كيلات اخذت بالحلقة الاخيرة. متت بس بعد ما اخذت 5 اسيست. ووضعنا كثير منيح بالنسبة للضغط بمنطقة النص. هذا الايتم لسه ما بيكمل. طبعا حطته كثير قليلة بس كيت ما في عندها التي لتضربه. بتوقع انا بحاجة كثير في شغلات يعني انا بدي اجيبها بهالجيم. كذا نوع خلطة بس اكثر شيء بيهمني هو هذا الماسك الحالي. اتوقع هو الاهم. ما علينا انطلق بشكل سريع وبحط لهم اشارة على الدراغون. فوق اليونيتات لحالهم بياخذوا التاور اذا ما طلع فلاد. رفضوا الاشارة على الدراغون مرة ثانية. انطلق باقصى سرعة بالدبليو وبظبط الطريق. اخذوا الدراغون اذا. لاحظوا من امتى عم بحط انا اشارة على الدراغون. اشارة على الدي. بيموت ولا لا؟ مات. اخذنا كلياتنا عليه الكيل. كيتي اخذ الكيل كلياتنا بقايا اسيست طبعا. مع انه ما عندهم جنجل مفروض نروح على بارون. خصوصا انه انا تيمو يعني في شوية الغام. ما الفريق ما كله موجود مشان هيك ما حنقدر نفوت مع انه ما عندهم جنجل. كانت فرصة منيحة بس ماشي الحال. هروح ضل جهز اكتر لعلقة بارون. فيني اروح اشتري بس بعد ما احط التراب الثاني. وهون عم بيشيل الترابات بس بدون ما يشوفون يعني مجرد هيك نزع. ونطلق هيك. هلا بدي اجيب شيء مثل هيك شيء تقريبا شيء يعطي شوية اتاك وابيليتي مع بعض. بعدين اجيب شيء كثير تانكي يكون وهيك. هي طريقة الايتمات اللي عم اشتغل فيها. في شوية هدوء مخيف. نعمل هيك. ما مو الهدف اقتلها بس نضيع وقت. اذا هي بترتب. اوه امو فات بسرعة وعمل التي على كيت. حاول جيبه. وهي كيو مني على كيت. غافل تكفي فبتموت. هي اللي انقذتها اتوقع. كلياتنا نحاول نلقطهم. كنا عم بيهربوا. عم نضغط ضغطة من النص يمكن تكون إلى حرامي امومو. طبعا امومو شوي استعجل. هي كانت علقة منيحة اخذنا فيه بس. ماتت كاترينا من بعيد. شرفة حلوة. اضرب فلاد. اضرب التاور 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 يا شباب. الالتيات تبعاتي. جينكس بموت. بحاول اضغط هون. مورجانا تفوت بالتي. مورجانا عم تموت خلاص. وفي لي هون بحاول يقتل الكاري تبعنا. بحاول اضربه. طيب فيو عليه. مات. دبل كيل لكيت. وراح تاور من تورات البيس. في امل انه نضغط هلا ونرضي عليهم. وهي كيو هيك. يا سلام لقطه بالكيو. 300 جولد. 300 جولد على هالفلاد.
فينا نفوت على التاور هنا بدون يونيتات ممكن. عشان نازع اخذنا التاور وكيو على كاترينا مع كاترينا البيس نحاول نخلص عليها او خلص البيس بتوقع ممكن تخلص معنا. اذا مباراة يعني اهداء لكل المشاهدين اللي حابين كانوا نلعب رانكت بهن. طبعا انا سألت للي ما بيعرف سألت شو حابين نسجل رانكت نورمال مع بنتاكيل، النورمال سهل نجيب فيها بنتاكيل، او تسجيل مع المشتركين. عملنا تصويت نزل على الفيسبوك على تويتر على كل روابط التواصل الاجتماعي الموجودة بالدسكريبشن. المشاهدين حددوا انه نلعب رانكت، عشان هيك انتوا قولوا لنا يعني بهيك دائما الحقونا على هدول الروابط مشان وقت نسال تجاوبوا ونعرف شو نعمل. وكمان يا ريت تقولوا لنا ارائكم بالشامبيونات اللي عم نحط صورهم، لانه هي كلها خطط لبعدين لنعرف راي المشاهدين بقديش بيعطوا ارقام ل قديش من 10 اسم الفكره كم تعطيه من 10 للشامبيون مثلا. هي لها كلها حسابات بعدين كلها عم تسجل عنا. بقى اللي ما سجلهم او ما جاوب على الصور الموجوده يروح موجودين كلياتهم، عم بحكي طبعا على صفحة الفيسبوك وموجودين على تويتر وهالاشياء، ويلحقونا على الانستغرام لمعلومات خاصة كتير كمان ممكن تكون وجوائز. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة من لعبة ليج اوف ليجند بنمط الرانكت. و يعني اللعبة بحاجة لدعمكم، لانه لاحظنا انه جمهورها هو موجود منيح، كميته ماشي حالة بس محدود، يعني ما عم بيزيد، يعني صار له فترة طويلة هو نفسه. عشان هيك اذا حابين انه يزيد اذا هيك اشياء ما تنسوا انه تنشروا هالمقطع تقولوا لاصدقائكم عليه. ما تنسوا ابدا انه تحطوا لايك وشير ريتويت فيفوريت كل الاشياء يعني بتعرفوها. واذا حدا خلينا نشوف من الفيوز مين اللي كمل للاخير، يعني في ناس كتير ممكن بتكمل وتشوف مباراة منهية او بيشوفوا انه هذا بيوقفوا مشاهدة فيه، في ناس بكملوا لاخر مقطع. اذا كملت المقطع على الاخير كتب هذا الرمز اللي بيني وبينك، يعني بس انت اذا وصلت لهون بتفهم شو قصدي، اللي هو تيمو مع عمر. اذا تيمو مع عمر او هاشتاج تيمو مع عمر او اكتبها بالطريقه اللي بدك اياها، خلاص انا بفهم عليك. بس اذا انت شاهدت المقطع لغايه هالنقطه اكتب هالشغله بالكومنت، ان كانت بالفيسبوك وان كانت باليوتيوب، واذا كان عندك حساب يوتيوب وفيسبوك مثلا وتويتر اكتبهم كلهم، بهيك بعرف انك انت عندك. حابب اعرف اكثر مين المشاهدين اللي ما عندهم فيسبوك وتويتر وانستغرام، ومين اللي عندهم. بقى بهالطريقه بعرف. حتى بالانستغرام فوت حط على اخر صوره موجوده بالانستغرام لصورتي مثلا، حط عليها تيمو مع عمر، بس هيك بعرف انا انه انت عندك هذا الشيء وبنقدر نطور اكثر. اذا على حسب الاقبال بنشوف امتى بدنا نكمل بهالسلسله الجميله، السلسله الطويله اللي صار في عنا شيء اكثر من 500 مقطع من اصل 1300 مقطع بالقناه تقريبا، عم نحكي ارقام تقريبيه. طبعا 500 مو كلهم رانكت، 150 رانكت، بس في شروحات وفي نورمال وفي انماط وفي كل شيء. كان معكم عمر اوان جنجن 1، بتمنى تكونوا استمتعتوا. وبتوقع انه هالطريقه باللعب تبع تيمو كانت غريبه شوي، والسكين تبعه كانت مسليه شوي نوعا ما، سكين ليجندري جديده وقويه. كما كان عمر، ومع السلامه.